عيد لا يمنا يونجر والله والله قلبي سبران بعيدو منا يوندستا يا دفر سوال نبي صلى الله عليه وسلم لعيد صلاة لجاكر سيتوچن اوتو غوادا وسط ميدبقوتن هلو اوتو يورا وادم لا يالو سيتوچنم اوتو بلاو طبق ادرغو سيازو يهن حديث اللو تمركزو عندان علموچ صلاة العيد كجمعة بلاي هلو قديتا نو انديلو بمي ادرغ ملكو اطبقو كلهم لعيد اندي وتا بازجو غزي عند سيت يگچاچو يا رسول الله كنيا محل كسيتوچ محل عندي سيت جلباب باينوراتنا موتات باچل بتكر من چگرالو علچاچو تملكتو تياگوچاچون بمسرته أمان سيتوش زند سيسلجي على جلباب كبيتات واتأمالت نبيو هلوم يوتو سيلو قزي يا رسول الله عنداتشن كسيتوش مهل عندي سيت جلباب باتتاس باتتاقنس جلباب باتتاس باتتهير شقر اللون دي انداتير يا رجال جلباب نومالت يهني نبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها جلباب قادات شقر اللون ياقنية چون شرق لاي والاي تالا درقات وتالا لون اهتوا كجلباب واتالبسات اهتوا كجلباب واتالبسات مالت مالت اندهونه شرح سيادرقو ان امام النووي ابن حجر ليل وچم هلت ترقم ستوتال كالا سترف جلباب عندون تاوسات مالت نفلقو تالو ليل وش دقمو جلباب بتفتر وبهر وسفي سلهونه جلباب واستسقبتا البسات تهدار عليه الصلاة والسلام ايه يا نبي حكمنو يا نبي بيانو يا لجلباب التوتايان يهنون حديث يا برار رتال اللاك حديث لكاونت كذي حديث كمن وسدا شوكم نقروش تمرتو چاندو سيت لجيا لجلباب كبيت موتات اندامات شلن الردال لنهر لبس يلي الله جلباب يلي الله سيت لعيد اندي التوتا وطو بلو عزوال انتو رسول الله جلباب دغمو يلي يمستلا شهولتو سيقات جبات ينبي انتزاز اخبرو موتاتنا يا لجلباب كموتات مكالكال سيقات جبات نبينا مكرات لك ካጣሽ ችግር የለውም ይሁን ነገር ታላ አርገሽ ይችላል ዝቅተኛውን ልብስ ጀልባ ባርካት ያ አብደላህ የዒድ ሜዳ ላይ ምናያቸው ሴቶች ያንተ የኔ የሱ ምስቶች ሴት ልጆች እህቶች ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀልባ በእህቷ ታውሳት ይያሉ አላህ ተባረከ ወተዓላ ለሙስሊሞች ብዙ ኸይር ሰጥቷል ቁምሳጥን የሚሞሉ ልብሶች አሉ ነገር ግን አብዛኞቹ ተደራቢ ልብስም ያስፈልጋቸው ናቸው እግራቸውን እስከባታቸው ያሳያል የጆሮ ጌታቸውን አንገታቸውን ሻሻቸውን ወደኋላ አስረው የጆሮ ጌታቸውን ያሳዩ ይሄዱ የጫማቸው ድምጽ ዙሪያ ያለውን ሰው የሚጠራበት ሁኔታ ላይ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሴት ልጅ ለዒድ መውጣትም አይፈቀደላትም حرام በዚህ መልኩ ለብሳ ከሆነ መትወጣው መውጣቷ ወንጀለኛ ያደርጋታል እሷን ብቻ አይደለም ወንጀለኛም ያደርገው አብሯት ካጠገቧ የሚሄደው ደዩስ ባሏንም ጭምር እንደዚህ አይነት እህቱ እንደዚህ አይነት ሚስቱ ከሱ ጋር መውጣቷ ወንጀለኛ ያደርጋታል ዒድን ሰዓቱን አክብረህ መትወጣው ነብይ ስላዘዘው ነው مستهنم جلباب اندت تسلب بسزوال هلونم هلافي بهلافي انتو سر بالو سووش الله يتأيكا والبلوان بمسته يتأيكا بس يتلج يتأيكا من البسكات بها ينت لبس حايا اللي سيس سانون بيتنكا اقوطا واندوما واللبت مات لبس يون لبس لبسا كبير ستوات عندي الزمالك الله زندي تأيكا سيتوش بيتي سقدو مسجد هيدا اللو كالو اتكالكلو بيت مسجد مسجدات شول النسو بلاجنو يودوا اندهونا جن تفيلات كسس بلو عين اسدي ما يقبع لبس لبسو يوتو شتو اي كبو ميامر لبس اي لبسو نيارت نبي صلاة السلام موتات فك دوال شرط قناس كم دوال يا شرط تتبكو كودان اجرنا قنيا لن دينن يبالاين نادر قال لن يا شرط سايد تبك كودان جن وانجل تشكم انو من نملسو هذي بيامتو بيسامنتو جمعا يهستت مدقا قمي لبت حجاب لك اند صلاة حجاب لك اند صوم حجاب لك عند الزكاة قرآن لي ما برار يتسدو بتها بهلوم علم وش سمم منت سيتلج سونت وان كرز يميا سايت أبب يالن لبس لبسامة هيدات شلم سونت أشاقر يميا ساين لبس لبسامة هيدات شلم جنگر قر هونو برا بري هونو راسو قيت هون لبس لبسامة هيدات شلم حجاب آي ببال حجاب مالت مقار جامات منو ميقارر يسيتن هوبت ميقارر مال هوبت فيت لاي بچار الميال هوبت تقر لاي بچار الميال سيتوش قيت أشون آيا سايو يلان هي قرآن أنكز سورة النور سورة الأحزاب حجابنا اسم الكتاب الله يورد رأيك وأنك توشنات هذه بصلاة أمنا بلبس قداي لنكد ودوها لنا لا يقبانا الله تبارك وتعالى ادخلوا في السلم كافة بصلاة مسلم هنو بلبس فرنج هنو على أهن لا يبيا كافيو يا مسلم سيت يا إسلام إسلام ويسيام يعزو يسيتوش فاشن يسيتوش فاشن تبلو مدبروج سوكوش يتكفتونو
የሴት ልጅን አለባበስ በተመለከተ ፋሽን የለም። የሙስሊም ሴትን አለባበስ በተመለከተ ፋሽን የለም። የሙስሊም ሴት አለባበስ ቤተኛውም ዘመን ቤተኛውም ሀገር ላይ ትገኝ፣ ድሮ በነቢ ዘመን ፋጢማ ትለብሶ የነበረው አይሻ ትለብሶ የነበረው ከዛ የተለየ አለባበስ ሴት ልጅ የላት። የሙስሊም ሴት አለባበስ ፋሽን ከገባበት ከሸሪዓ ወጥቷል፣ ከቁርአን ወጥቷል። ለብሰው ያለበሱ ጠመው የሚያጠሙ ጸጉራቸውን እንደ በሬ ወይም እንደ ግመል ሻኛ የሚያቆሙ የሚቀነደቡ ፍንጭት የሚያሰሩ የተረገሙ ናቸው፣ ጀነት አይገቡም፣ የጀነትንም ሽታ አያገኙም ብለዋል ነቢ ሰላት ሰላም። ይህን ሐዲት ምን እናድርገው? በሁሉም ሐዲት ነው ማመን ያለብንና ወንድም ይሄው አላህን ፍራ። አባት ሆይ አላህን ፍራ። ባል ሆይ አላህን ፍራ። ዱንያ ላይ አላህ የሰጠህን ባለቤትህን ሴት ልጅህን በሒጃብ ሰትራት። ከአንተ አይን ውጭ የማንም አይን አይረፍባት። ሀያ የት ሄደው? ሴት ልጅ ከወንድ ጋር ተጋፍታ ያውም ዒድን በሚመስል ዘሕማ ቦታ ላይ ፊቱ ተለቅልቃ ሀያ ያላት ሴት ሳሎን ቤቱን ማትለብሰውን ልብስ ለብሳ ሜዳ ስትወጣ ምንድን ነው የሚሰማ? ገይራ የሚባል ቅናት ይባላል። ባለቤቴ እንደዚህ አምራ ማንም ላያት አይገባም ልትል ይገባል። ሌላ ዒድ ላይ ቀደም ሲል የጠቀስኩትን አይነት ደስታችን ይሄ ሊያደፈርሰው አይገባም። የእያንዳንዳችን የቤት ስራ ነው። ፋጢማ ከሆንሽ ሐፍሳ ከሆንሽ የድሮዋ ፋጢማ የምትለብሰውን ልብስ ልብሽ። ለድሮዎቹ አንድ አለባበስ፣ ለዘንድሮዎቹ ሌላ አለባበስ አልተባለ። ቁርአን ላይ የተቀመጠው ያለባበስ ህግ ለሁላችንም ያን እስካላስለበስክ ድረስ እስላም ውስጥ ተቀል ብለን አልገባንም። ግማሽ እስላም የሚባል ግማሽ እስላም የሚባል ሩብ እስላም የሚባል ሩብ ጉዳይ የሚባል እስላም የለም። ጸጉሬን እንድሸፍን ሸሪዓ አዞኛል ብላ የምትለብስ ሴት፣ ሻሽ የምታደርግ ሴት አንገቷንም እንድሸፍን እንዳዘዛት ልታውቅ ይገባል። እግሯንም እንድሸፍን መዳፏንም እንድሸፍን እንዳዘዛት ልታውቅ ይገባታል። መዳፏ መሸፈናል፣ እግሯ መሸፈን አለበት። ፊት ላይ ነው ጠንከር ያለ ኺላፍ አለ። ያው እንኳ ቢቀር እህትህ፣ ሚስትህ፣ ሴት ልጅህ ሰፊ ጅልባብ እንድታደርግ ልታስገድድ ይገባሃል። ካልሆነ ግን ተያይዞ አላህ ፊት ለክስ መቅረብ የማይቀር አልሰማሁም አይባልም። በየቦታው በተግባርም እያየን ነው፣ በየኹጥባው በየመድረሳውም እየሰማን ነው። እና በዚህ ሀዘን ሁሌ የዒድ ደስታችን መደፍረስ የለበትም። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሁላችንም ወደ ዲኑ ይመልሰን። አላህን ተባረከ ወተዓላ በሁሉም ነገር የምንፈራ ያድርገን። ሒጃብን፣ ሐያን፣ ኢማንን የምንወድ ያድርገን። እና ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር ወቢልኢጃበቲ ጀዲር። ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። Mm-hmm.